تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء المباشر من تونس، من وسط العاصمة تونس، لنسلط الضوء على دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل وتوجهه نحو الإضراب العام يوم غد في تونس، للمطالبة بالزيادات في قطاع الوظيفة العمومية، وأيضا للدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن في تونس في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، مما أثر على المقدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل تواتر الأزمات الاقتصادية في تونس منذ الثورها التي أثرت بشكل كبير على الأسعار وأيضا على المقدرة الشرائية للتونسي، ونلحظه بشكل دائم ومسترسل من خلال جولات الأسواق التي نرصدها لكم من تونس. على كل، نبدأ بأخذ شهادات من الشارع التونسي لآراء مواطنين حول هذا الإضراب الذي هناك من يدعمه بقوة ودعا له وسانده من أجل إنجاح يوم غد في تونس، وهناك أيضا من يرى في أن هذا الإضراب قد يزيد في تعميق الأزمة الحاصلة بين الحكومة والاتحاد العام الشغل في تونس. نبدأ بشهادة لأحد المواطنين هنا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني هو في تونس هناك انقسام حاصل، هناك من يدعو لهذا الإضراب دفاعا عن حقوق الشغالين والعمالة، وأيضا ضد سياسات الحكومة خاصة ما يتعلق بالمديونية وارتفاع نسبة التضخم، وهناك أيضا من يرى أن في هذا الإضراب قد يعمق الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل، ويزيد وقد تزيد تبعات هذا الإضراب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين. هذا بالتأكيد ما قاعد نلاحظه فيه في الشارع التونسي، معناها من انفعالات معناها متردة عبر معناها المستهلك اللي هو قاعد يعاني في أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة برشا برشا برشا. تهرية معناها المقدرة الشرائية للمواطن التونسي هي من أصول معناها اللي تخلي الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يكون اليوم الكلمة الفيصل اللي هو في الموضوع هذا بالتحديد، لأن الرهانات اللي احنا وقعنا فيها وما يثير وما معناها ما يغبن القلب التونسي وما يثير معناها حزن بصراحة وبعبارة أبلغ من هكا ما عنديش باش نقولها، أنه نكونوا مرتهنين معناها إلى ما وراء البحار باش يتحكموا معناها في أمورنا الاقتصادية والسياسية في مواقفنا السياسية. ما طبعا أود أن أقف معك في هذه النقطة. تقريبا القيادات النقابية، قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، خرجت يوم أمس بعد جلسة مفاوضات مع الحكومة وقالت أن القرار لم يعد تونسي حسب قولهم. هناك يعني ضغوطات كبيرة من صندوق النقد الدولي بعدم إقرار هذه الزيادات التي يطالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية، وهذا خطا معناها اللي احنا نقوله معناها اللي شاهدت معناها مؤخرا معناها برشا امضاء لعديد من الاتفاقيات في القطاع العام وفي القطاع الخاص، ثم يجي في القطاع الوظيفه العموميه اللي تعتبر هي الركيزه الاولى والاخيره معناها في قيام الدوله وفي هيبه الدوله، نجيو في هذه بالذات وبالتحديد ونقولوا لا ما نزيدوهمش. معناها هذه الحاجه اللي تو اللي قاعد تكون لها رده فعل معناها معاكسه، وقفه غدوه والضراب غدوه. احنا ماناش من انصاره لكن مش شهوه كما قال رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، هي ضرورة معناها تقتضيها معناها ظرف اقتصادي متهرأ للمواطن التونسي. إذا نخرج للشارع التونسي معناها نشوفوا قديش المواطن قاعد يعاني، قديش الإنسان قاعد يعاني، اللي عنده شهرية ماهوش خالط والبطال ماهوش خالط أصبحت معناها معاناة كبيرة قاعدين نشهدوا فيها توا، واللي معناها اللي لحد الآن ما لقيناش حل وما لقيناش رؤية. ما نعيب على سي رئيس الحكومة، هو تصريحه اللي يقول صندوق النقد الدولي معناها ما وافقش، والله كان يقول انا ما وافقتش حكومتي ما تسمحش كنت نحييه ونقول له يعطيك الصحه، اما يقول لي معناها اني ما وراء البحار تحكم فيا وتقول لي وين سيادتي انا كتونسي لهنا، وين ضربوي، وين دينار نتاعي، وين قيمتي، وين مكانتي، انت لازمك تحترمني كمواطن تونسي. قول انا مانيش عاطي، انا امكانياتي ما تسمحش كدوله، انا ما عنديش امكانيات، اما باش تقول انا راهي مدام نتاع الصندوق النقد الدولي تقول لك لا ما تزيدش كل شيء وتجي تعاود فيها وتقول فيها وتخرج للراي العام، هذا ما أعيبه عليه بصراحة. أنا أعيبه على رئيس الحكومة بالتحديد أنه يقول، ثم أنك أنت توك في رهان كبير جدا جدا، أنت وقعت نفسك بين فكين، أنا أقول لكم بكل صراحة أنت وقعت نفسك بين فكين، فك الاتحاد العام التونسي للشغل وفك هذا صندوق النقد الدولي، هذا هو صندوق مش نقد، هو صندوق نقد دولي، احنا ما دينا له دينا صحيح مشينا له صحيح كل شيء، لكن انت كمسؤول سياسي موجود في المربع نتاع السياسه، انت رئيس حكومه لك دورك، لازم تلقى الحل.
الحل لابد أن يكون موجود منك أنت بالذات، يزمك أنت تاخف تخرج لشعبك تكلم الشعب متاعك وتقول له كذا وكذا وكذا، ما تحكيش لنا يا سيد رئيس الحكومة، ما تحكيش لنا بلغة صندوق النقد الدولي. ما أنا تونسي، مانيش فرنسا ولا أمريكا ولا مانيش عارف شكون هي. هذا ما يثير فينا الاشمئزاز، وهذا ما قلقني أنا واحد من الناس، هذا اللي قلقني في الموضوع. أنا والله قلب كان قلب ما زيدش، أنا موظف عمومي نحكي معاه كان، وكان قال له ما تزيدش، والله يعطيك الصحة نقول أنت قلت ما تزيدش، لأنك أنت قلت ما تزيدش، علاش؟ أنا إمكانياتي ما تسمحش، ونفهموك نتفهموك، أما وقت تجي أنت تحكي وتقول معايا في اللحظة هذه بالذات تحكي وتقول أنا صندوق النقد، أنا مرتهن، إحنا مرتهنين لصندوق النقد الدولي، ولسيادتنا إحنا كتونس، ولسيادتنا إحنا كشعب، ولسيادتنا إحنا كمواطنين، لازم نحترم أنفسنا في المواقف هذه، لازم نحط روحنا، معناها ماناش في دور الضعيف رغم استضعافنا، لأننا إحنا برشا دول للأسف من كل الدول من الشقيقة والصديق متكالبة على تونس، متكالبة على نجاح تونس، متكالبة على هالثورة هذية اللي خرجت من كما نقولوا من رحم شعب معناها كان بسيط. بالضبط، أنا أود أن أسأل هنا في هذا الإطار، ممكن منذ بداية الثورة التونسية تقريبا 7 أو 8 سنوات لاحظنا يعني وعود من دول صديقة وشقيقة، سواء دول عربية في الجوار أو حتى دول أوروبية أو غربية صديقة لتونس، راهنت ودعت وأكدت ووعدت أكثر من مرة بدعم الاقتصاد التونسي الذي يعيش على وقع أزمات منذ فترة. هذه الوعود هي داخلة في المؤامرة، لأني أنا نوعد وانا مش سلطه كسلطه، مش نخرج غدو ونكلم الشعب نتاعي ونقول راني سيي مش عطيك نعطيك نعطيك، وفي الاخر ما يقعش لا رد على هذا ولا على ذاك، تمشي انت على نفسك وخلي انت المسؤول السياسي هو في واجهه المشكله هذه. هذه من جمله نجم نقول لك اللي هي نوعيه من التآمر على الحكومه وعلى الدوله. يلزمنا نكونوا اذكياء، يلزمنا نكونوا فاعلين، يلزمنا نكونوا عندنا رؤيه، يلزمنا ننظروا لضرب بلادنا، ماشي حارات نقولوا فيها اعطينا نظره. يا سي الشاهد انا نقول لك راني معاك، اما راني معاك انا فعلا معاك، انا كنت من المناصرين باش يبقى هو في السلطه، لكن الآن بالذات وغدوة بالتحديد، غدوة ما يحق، ما كنتش نصورك أنت باش تقع في الخطأ هذا. قول لا ماشي زي لا القطاع عام ولا قطاع وظيفة عمومية، وهذا كان أنت ما تسمحش، وأنا راني دولة وعندي كذا وكذا، وجوا يا ناس نقسموا الخبزة مع بعضنا ونشوفوا كذا وكذا، نفهموك. أما وقت تخرج لنا أنت وتقول لنا راني أنا في صندوق النقد الدولي وتقولها، ويخرج السيد الأمين العام ويقول الكلام هذا قدام فضيحة بكل المقاييس. أنا نقولها له، أنا الحاجة الوحيدة اللي نحب نأكد عليه شال إضرابنا يكون غدوة سلمي، يكون تعبير على مقدرة المواطن التونسي، طال إضرابنا هذا ما يتطورش إلى ما لا تحمد عقباه، لأن كل المؤشرات اللي قاعد نشوف فيها ما تبشرش بخير، وربي قدر الخير. وتحية لكم وشكرا ويعطيكم الصحة. شكرا لك على هذه المداخلة. أيضا مشاهدينا الكرام سنحاول نأخذ بعض الشهادات الأخرى بخصوص هذا الإضراب المقرر يوم غد في تونس. الاتحاد العام التونسي للشغل هو من أقوى النقابات ليس فقط في تونس ولكن في المنطقة عموما، له حتى ثقل ضمن الاتحاد العالمي للنقابات. كان قد دعا إلى وقفة احتجاجية وتجمع عمالي وصفه بالكبير يوم غد في ساحة باردو تحديدا أمام مجلس نواب الشعب للتأكيد على رفضهم مثل هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة ورفضهم الزيادة في قطاع الوظيفة العمومي. نأخذ شهادة أخرى معنا أحد المواطنين والشاب محمد، مرحبا بك. مرحبا بك. السؤال في تونس اليوم يعني نلاحظوه حتى في المقاهي، في الحديث مع الناس، في عامة الناس، في البيوت، هناك اختلاف في وجهات النظر بين من يؤيد هذا الإضراب دفاعا عن حقوق التونسي وتراجع يعني المقدرة الشرائية، وبين من يقول أن هذا الإضراب قد يؤدي إلى مزيد من تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس. هو المواطن التونسي يؤيد الطرفين في الحقيقة ولا يؤيدهما في نفس الوقت. يعني التونسي يعرف أنه هنالك غلاء كبير في المعيشة، ويعرف أنه لما يمشي إلى يعني الحنوت أو إلى أي مكان الحليب كلفته مرتفعة و موجود، يعني أسعار مواد أساسية كما الزيت كما الحليب كما الفارينة كما المقارونة كما السميد برشا بلايص معاش موجودة أصلا. نعم، في بعض الأماكن غير موجودة وكلفتها في نفس الوقت مرتفعة وترتفع سنويا. ولكن في نفس الوقت يعني المواطن التونسي يعني غدا مثلا سيذهب إلى البريد، سيذهب إلى البلدية، سيذهب إلى بعض المقرات العمومية، سيجدها مغلقة، وهذا ربما في نفس الوقت سيعطل مصالحه. فهو يعني بين سندان ربما هذا الإضراب العام ومطرقة الأسعار المرتفعة والمشطة في نفس الوقت.
بالنسبة لك أنت ممكن غدوة ترى أن الإضراب هذا ينجح، يعني يمشيوا الناس للإضراب؟ الإضراب أعتقد أنه سينجح، ليس مثل الإضرابات في السابق التي كانت تنجح ب 90% 95%. أعتقد أنه سينجح ربما ب 70-80%، لأنه كثير من المواطنين في الحقيقة وكثير حتى من الموظفين في الدولة غير راضين عن هذا الإضراب. ولكن تعرف هنالك ما يسمى بالتضامن النقابي، وهنالك يعني النقابات لا يمكن أن يكون موظف موجود في نقابة وفي نفس الوقت لا يضرب، فهذا أعتقد أنه أغلب الموظفين سيضربون غدا. هناك دعوات لتجمع احتجاجي كبير أمام مجلس نواب الشعب، لاحظنا أحزاب من المعارضة كانت قد أصدرت بيانات رسمية ساندت فيها هذا الإضراب العام، أيضا الاتحاد العام لطلبة تونس، بعض الجهات يعني بدأت تحشد لهذا الإضراب، خاصة بعد فشل جلسة المفاوضات يوم أمس أو عشية أمس بين وفد الحكومة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل حول يعني إلغاء الإضراب ومحاولة إلغاء الإضراب في الجولات الأخيرة. غدا هو بالمناسبة سيكون أول يوم في مناقشة ميزانية الدولة، وسيذهب رئيس الحكومة إلى البرلمان، وبالمناسبة ستكون هناك تجمعات كبيرة لاتحاد الشغل أمام البرلمان لمحاولة الضغط على الحكومة، خاصة أن الزيادة في الأجور والإضراب مرتبط ارتباطا كبيرا بميزانية الدولة. وهنا أعتقد أن هناك بعض الأحزاب التي لها ربما خلفية حزبية قريبة خلفية سياسية وإيديولوجية قريبة من الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت منذ يوم أمس ومنذ الأيام الفارطة في ربما التجيج ومساندة هذه الاتحاد الشغل. شكرا لك على هذه المداخلة. إذن كما لاحظتم مشاهدينا الكرام، هذه عينة من الشارع التونسي حول هذا الإضراب العام في تونس المقرر يوم غد السبت. هناك دعوات لتجمع عمال حاشد أمام مجلس نواب الشعب رفضا لما يعتبر يعني من سياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتوجه نحو رفع الدعم على المواد الأساسية، أيضا ما وصف من قبل قيادات نقابية برضوخ هذه الحكومة إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، وأيضا يعني رفض لما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل المطالبة بالزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية بعدما حصل زيادات في القطاع العمومي وأيضا القطاع الخاص، معتبرة أن هذه الزيادات مهمة خاصة في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر من تونس.